أقيم احتفال بمولد السيدة زينب عليها السلام في مقامها الشريف في العاصمة سوريا دمشق. أشار المشاركون في الاحتفال إلى استلهام مجموعة من الدروس والعبر القيمة التي ورثتها السيدة الطاهرة عليها السلام عن جدها الرسول الأكرم وأبيها أمير المؤمنين وأمها فاطمة الزهراء عليهم السلام. نبارك لجميع المسلمين ذكرى ولادة السيدة زينب سلام الله عليها، حفيدة رسول الله وابنة أمير المؤمنين والزهراء عليهم السلام. السيدة زينب من يوم ولادتها وإلى يوم وفاتها استطاعت أن تعطي الكثير من الدروس والعبر التي تعلمتها من جدها وأبيها وأمها وأخوتها سلام الله عليهم في معنى التضحية والفداء ومعنى الصمود والصبر. نهنئ صاحب العصر والزمان بميلاد السيدة زينب عليه السلام، وإحنا كليتنا نقتدي بالسيدة زينب عليه السلام، وكلنا زينبيات وفاطميات ونقتدي بها في مسيرة يا جبل الصبر ومسيرة الحسين عليه السلام.